الاسبوعين عدوا من غير ما نلحق نعمل كل حاجه. انا مش فاهمه ليه الاربعه دي. يا مدام الولاد كبروا ونفسهم يفرحوا، حرام دول ما صدقوا خلصوا كلياتهم. اسبوع كمان كان يفرق كتير قوي، بدل ما بنعمل كل حاجه جري في جري كده. معلش يا باشمهندس. ايوه يا فندم تحت امر. باشمهندس الترابيزات دي مش هي اللي في الكتالوج، انا عايزه الترابيزات اللي في الكتالوج. مفيش غير دي يا مدام، ولو طلبت من المخزن مش ضامن الاقي فيه هناك ولا لا. يعني ايه؟ انا عايزه اللي انا دفعت ثمنه. انا تحت امرك طبعا، بس مفيش غير دي. تحبي حضرتك نفرشها ولا نرجع للمخزن واحنا وحظنا؟ خلاص افرشها. شفتي بقى السربعه عملت فينا ايه؟ خلتنا نقبل اي حاجه وخلاص. طب والله العظيم الترابيزات شكلها حلو يا مدام، ولا انت يعني مش عايزه تتجوزي الاستاذ ميسي؟ بدل ما تاخديش كل حاجه على اعصابك كده. هحاول. راضي؟ ايوه يا فندم. راضي تعالى، الكهرباء لغايه دلوقتي ما خلص، ده كتير قوي. هانت يا فندم، كلها نص ساعه وكل شيء هيبقى تمام، ما تقلقيش حضرتك. هانت ايه؟ ده ولا بكره هيخلص. خليكوا هنا لغايه ما يفرشوا كل حاجه، وانا هروح اصحي مازن. هي مالها عصبيه كده ليه؟ مش بتجوز ابنها؟ هي كانت عامله كده برضه يوم فرح مالك. هنشوفك انت هتعمل ايه بقى يوم فرح مني. اصلا يا اخويا محدش هيعرف يكلمك. امتى هي اليوم ده؟ مازن؟ مازن؟ قوم يا حبيبي. حبيبي؟ ايه خير؟ مش متعوده يعني تصحيني من غير زعيق ايه؟ عشان دي اخر مره صحيك فيها. بعد كده دعاء هي اللي هتصحيك. وبعدين معقولة زعق العريس؟ انت زعقي الأم براحتك يعني. لا مالك يا ليلى، في انت زعلانة من حاجة؟ بالعكس أنا فرحانة جدا، بس غصب عني حسيت إن الأيام جريت بسرعة. أنت كبرت وأنا كمان كبرت. أنت لسه أول امبارح كنت باللفة. لفة مين؟ تنسي موضوع اللفة ده قدام دعاء خالص. فين أنت عايزاها تفتكر إنها تتجوز واحد بيعملها على نفسه؟ وهي تقدر؟ ده انت راجل وسيد الرجال. بس هي دي سنة الحياة. أنا دوري خلاص انتهى معاك، وهتبدأ حياتك مع واحدة جديدة. يلا 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 بقى عشان تروح للكوافير بتاعك وتلبس البدلة الجديدة. يلا سيبك من الكوافير دلوقتي، خليكي معايا. عايزك تفهمي إن مفيش واحدة في الدنيا هتقدر تاخدني منك. أنت حبيبة قلبي وأغلى حاجة في حياتي. فاهمة يا حبيبي، فاهمة. طيب لما انت فاهمه بقى ليه ام الفيلم الهندي اللي انت عملتيه دلوقتي ده؟ انا اساسا مش هسيب البيت وامشي، وبعدين دي بنت اختك. حاسه ان دوري انتهى. زمان لما كنت بزعل مع ابوك كنت بقول معلش عشان خاطر الاولاد. دلوقتي لما ازعل معاه اقول لنفسي ايه؟ قولي لنفسك ما تتخانقوش، حبوا بعض شويه ودلعوا بعض. ولا انت ايه؟ كبرتي على الدلع يا عسل انت. ولا 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 عيب. يلا يلا روح على الحمام بتاعك. والله الدوات ما تربيني. يعني كان لازم تروحي النهارده وتسيبينا في الوصفه اللي احنا فيها دي؟ يا ماما ما انت عارفه انا عندي شغل لازم يخلص، وبعدين كده كده هستأذن بدري. يا بنتي مش كنتي قعدتي كلتي زي الناس بدل السندوتشات اللي انت محروسه الدنيا بيها دي؟ بعدين تعالي هنا، انت من امتى بتاخدي معاكي سندوتشات؟ من ايام ما اتحايلت عليكي وتقولي لا. السندوتش ده مش ليا، ده للاستاذ بتاعي، اصل حرام بينزل الصبح من غير ما يفطر وبيقعد لغايه الغدا ما ياكلش حاجه. يا حرام. وهو بقى اللي قال لك هاتي لي معاكي فطار؟ ايه يا ماما الكلام ده؟ لا طبعا انا اللي فكرت فيها عادي يعني. بصي يا بنتي، في ناس لما ربنا بيقفل في وشهم باب ما بيصبروش، ينطوا من اقرب شباك. عارفه بيحصل لهم ايه؟ بيتكسروا. بقول لك ايه يا ماما، مفيش الكلام ده خالص، استاذ اسد راجل محترم، مفيش بيني وبينه غير شغل. يا بنتي الدنيا صعبه، وقديم ما بيقولش على نفسه نديم، بيتصرف بس تصرفات الديابه. واحنا من سلامة نيتنا نقول عليه ما يقصدش لغاية ما الفاس تقع في الراس. ما تخافيش على بنتك، انت عارفة ان انا بنيت راجل وبفهم في الناس كويس. طب قولي لي، هو راجل كبير ولا شاب صغير؟ لا بقول لك ايه يا ماما، انت كده هتأخريني على الشغل. يلا انا ماشية. سلام. مع السلامة يا بنتي. ربنا يسترها معاك يا بنتي،
بتعني كل هذا الحرام. مازن أخويا الوحيد، أكيد بحبه طبعا، وعارفة أنه بني آدم جميل، بس في الآخر هو راجل والرجالة كلها نفس الطريقة. أنت شايفة أن ضعف مازن قدام دعاء مش بسبب حبه؟ أي راجل في الدنيا بيبقى في الأول لطيف وظريف وضعيف لحد ما يوصل له عايزه، بعد كده بقى يبتدي الزهق والملل والخيانة. على فكرة أنت حكمك قاسي جداً على كل الرجالة. يمكن، بس هو حقيقي. هو أنت مش حبيتي يا دكتور؟ كنت بتحبها ليه؟ أي قصتي أنا بالذات بقى دليل على عكس اللي أنت بتقوليه، لأن اللي كنت بحبها كانت بتساعدني، بتحاول تريحني بأي طريقة، يعني أنا كنت الطرف الأقوى مش الأضعف. يبقى أكيد كنت عايزة منك حاجة. كنت بتساعدها في الدراسة ولا كنت بتصرف عليها؟ فعلا كنت بساعدها في الدراسة، بس إصرارها على حبها ليا هو اللي خلاني أحبها بعد كده. لا معلش بقى، عدم جوازك لغاية دلوقتي يبين إن أنت كنت الطرف الأضعف. بأمرت إن هي سافرت وعاشت حياتها وأنت ما قدرتش، حياتك وقفت. أنا كنت الطرف الوافي مش الأضعف. وافي لمين؟ بعد ما سافرت وسابتك وما بقتش موجودة في حياتك أصلاً عشان تبقى وافي ليها؟ أنا ما كنتش وافي ليها، كنت وافي المشاعر ناحيتها، وافي لحبي. آه، يعني وفاك لنفسك مش لحد. تقدري تقولي كده. أنا مش شايف حاجة تضحك في الكلام اللي أنا بقوله. لا أصل بصراحة ما قلت وافي لنفسي دي حسيت إنه قصر ديل. أنا أسفة، أنا ما أقصدش إهانة طبعاً. ماشي ماشي أوكي، مفيش حاجة. قولي لي أخبار الدواء إيه، منتظمة فيه؟ جداً، ما بفوتش حباية. أصل أنا بفكر زود الجرعة، يعني تبقى حباية الصبح وحباية بالليل. حاضر، بس على الله ما يبقاش عقاب على اللي أنا قلته. لا لا خالص، بالعكس أنا عايزك تخفي بسرعة. طيب، عشان أتأكد بقى إن أنت مش زعلان، أنا عايزك تيجي فرح مازن. دكتور عاصم عزمني وأنا جاي إن شاء الله. بس أنا هعتبر أنت جاي عشاني أنا. حاضر، أستناك، باي. ايه اللي حك العربية كده؟ وربنا ما حكيت حاجة يا فخم، انت اللي حك العربية كده؟ لا والله كان في حك معدي فحكها. صباح الخير. صباح باشا، ورحمة أمي كنت متأكد إن أنت هتدورها في دماغك وفي الآخر هتيجي. أحلى قهوة للباشا ياه. اتفضل يا باشا. مادام عارف إن جاي تبقى فاهم. طبعًا فاهم يا باشا، ده أنا المفهومية بتقول لي يا خالو. ماشي يا خالو، بنت فين؟ انت بس جهز فلوسك وانا هتصلك بيها، اصل انت لا مؤاخذه يعني لما اتاخرت عليها ممكن الباقي تكون راحت. فلوس ايه يا هيثم؟ ما انا دفعت وخلصت وكتبت الابتدائي. دفعت لمين؟ دفعت لامي صاحبه الفيلا. وانا كنت فين؟ لامي متغطي؟ امال فاهم ايه بقى؟ بص يا هيثم، بصراحه هي طلبت انك انت تخرج بره البيعه دي عشان تخلص. وانت بعتني يا سليم باشا؟ اللي تغلبه العبه يا هيثم. طيب ما دام الموضوع خلص، انت جاي عايز مني انا ايه بقى؟ ايمي ما بتردش على نمره تمريكا، وانا ما اعرفلهاش سكه تانيه. قول لي انت لقيتها ازاي في الاول؟ يعني هي اما كانت حلوه خدتها وجريت، ولما عكت منك جاي ترميها في حجري؟ لا يا اسطى، سك على القهوه يا ابني. بص يا هيثم، لو جبت لي البنت دي نسبتك هتفضل زي ما هي، ولو ما جبتهاش هحط ايدي على الفيلا وابعت رجالتي هناك، ولما تبقى تظهر تبقى تاخد بقيه حقها. وعلى فكرة البنت دي لو فاكرة ان هي هتلعبني، فيلا بقت بتاعتي وعلى المتضرر اللي جوه للقضاء. سلام. حلاوة حلاوة بالقشطة، ده كده كله زبط نفسه وهيثم طلع الخرونش الوحيد. ايه ده يا لولا، انت لسه ملبستيش؟ يلا عشان تلحقي اختك. انا مش رايحة، اتكلي انت على الله. اخصى عليكي، مش هتحضري فرح اختك؟ لا مش هحضر، انا مش هستحمل بصات الشماته ولا التعليقات السخيفه. يا حبيبتي ما ينفعش تسيب اختك في يوم زي ده. وانا مروحي هيعمل لها ايه يعني؟ ما كلكم حواليها، وبعدين اراهنك ان هي مش هتحس اصلا بغيابي. انت زعلانه ان اختك هتتجوز؟ بكره يا حبيبتي هيجيلك نصيب. ماما انا مش حمل الكلام ده، قومي انت توكلي على الله، احضري فرح بنتك وانبسطي لها وزغرطي لها واعملي كل حاجه وسيبيني انا في حالي. ما يصحش كده يا لولا يا حبيبتي، افتحي الباب يا بنتي، افتحي حبيبتي الباب. ما يصحش يا لولا كده ابدا. استاذ ياسر انا مش قصدي اتدخل، بس لفت نظري ان عنوان الشركه اللي في محضر الشرطه غير اللي في تحقيقات النيابه. وريني كده اهو. بص
هنا 7 وهنا 27. انت عارفة ان انت كده كسبتينا القضية؟ برافو يا منة، دي عدت على الكل. انا هديك مكافأة كبيرة جدا لو اخدنا حكم صالحنا. متشكرة قوي حضرتك، بس انا ما عملتش حاجة يعني. انا عايزك تروحي النيابة المسائية تحضري التحقيق ده. حضرتك عارف انا نفسي، بس النهاردة مش هينفع. ليه؟ وراكي حاجة مهمة؟ عندنا فرح في الفيلا، مازن ابن الدكتور عاصم بيتجوز، وعدم حضوري يعني ممكن يتفهم غلط. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عندكوا فرح وما تعزمينيش؟ لا طبعا، ده حضرتك تشرف. خلاص جاي، وعلى الأقل كمان أتعرف لبابا وماما. يعني هتيجي بجد؟ الله، هي عزومة مركبية بقى ولا إيه؟ فهميني. لا طبعا، ده أنت تنور، ده بابا وماما هيفرحوا بيك قوي، أصل ماما دايما بتدعي لك. وأنا كمان يهمني إن أتعرف عليهم. يلا يلا اتفضلي عشان تلحقي تجهزي. حاضر. قولي باي اللي فلافله بتاعك. انتي متأكدة من اللعبة دي؟ الفيل بتاعك مات ومالوش عزا. اوكي. كشي ملك، الملك مات. هحوده هنا. برضو مات. ايه ده؟ انت كل مرة تموديني لازم تديني فرصة لو مرة واحدة افوز كده هتجيبي لي عقدة. عقدة؟ دي لعبة، يعني ممكن نخسر أو نكسب. إيه الكلام الفارغ ده؟ بهزر يا ماما، أنت ما بتعرفيش تهزري ولا إيه؟ لا بعرف أهزر. يلا يا هانم بقى عشان تنامي، عشان إحنا اتأخرنا. مش قبل ما تلعبيني دور تاني. لا مفيش دور تاني، إحنا لازم ننام. ماشي، بس هتلعبيني بكرة. أيوه هلعبك بكرة. وعد الخنصر؟ وعد الخنصر. يلا يلا يا حبيبتي على السرير. يلا
طب اسبقيني لغايه ما اشوف مين. لا انا هستنى معاكي احسن يكون حرامي. مساء الخير، حضرتك فريده صبري؟ ايوه خير. انا جاي انفذ حكم المحكمه بناء لحضانه الطفله لوج الوالده. لا يا ماما مش عايزه اروح معاك. ما تخافيش يا حبيبتي، انت هتيجي مع بابي. انت جايب البوليس ليه؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، البوليس ده علشان مامي، انما انت هتيجي مع بابي حبيبك نروح سوا البيت. لا مش عايزه اروح معاك، عايزه افضل مع مامي. معلش انا مضطر انفذ حكم المحكمه. طب ممكن بس تغير هدومها واحضر شنطتها؟ مش عايزين منك حاجه. يلا يا لوجي. بالراحة يا أستاذ، أنت شايف البنت مرعوبة إزاي؟ خلي مامتها تهديها. ماشي يا حضرة الظابط، ماشي، اتفضلي. أنا متشكرة جدا، اتفضل. ده باباك يا حبيبتي، يعني مش ممكن يضرك، ده بيحبك زي ما ماما بتحبك بالظبط. بس انا مش عايزه اعيش معاه، انا عايزه اعيش معاك انت. المحكمه حكمت بكده ولازم نحترم القانون. والقانون ماله ومالي، انا ما عملتش حاجه غلط. خلاص يا حبيبتي الموضوع خلص. انا عايزاكي تسمعي كلام بابا عشان يقول ان انت بنت شاطره وماما عرفت تربيكي. حاضر يا ماما، بتوحشيني. انت كمان. مش كفايه كده؟ يلا يا لوجي. وحضرتك متخصص
عايزاك تساعدني يا ياسر. ما تقلقيش، انا هرفع قضيه احاول اثبت بيها ان حياه لوجي مع اكرم مش هي بيئه مناسبه لتربيتها. وده هتثبته ازاي؟ اكرم بالنسبه للناس شخص ناجح وشخصيه عامه. اكرم مشغول ومش فاضي لتربيتها، واكيد هيجيب لها دادا ولا مربيه. مش هو ده الحل؟ الحل واضح بالنسبه لك وبالنسبه لي، بس انت خايف تقوله. واضح انك واخده قرار. علي لازم يطلقني. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ حرام عليكي نفسك وحرام عليكي علي بقى. الطلاق هو الصح عشاني وعشانه. انا لو عشت مع علي وحسيت ان هو السبب في بعد بنتي عني هكرهه. كلمه يا ياسر، كلمه وخليه يطلقني بهدوء. فريده انا ماليش دعوه بالموضوع ده، طلعيني انا بره. مستحيل اقول له حاجه زي دي. خلاص يا ياسر انا هكلمه. انا ممكن اعيش من غير علي بس ما اقدرش اعيش من غير بنتي. هي لولا تعبانه بجد ولا في حاجه مزعلاها؟ حالها اللي مزعلها، سيبك من لولا. أمانة عليك يا ليلى، تخلي بالك من دعاء وما تخليش مازن يزعلها. انت بتقولي ايه يا عفاف؟ دعاء دي زي بنتي ملك بالظبط. وبعدين ما تخافيش، مازن ما فيش اطيب منك. طبعا مين يشهد له؟ شفتي بقى؟ حضرتك دمك خفيف قوي يا انكل. انكل؟ ايوه ما حضرتك قد ولا البت لعبتها صايمه يا شمس، انا اتقرطس القرطاس ده. تعيش وتاخد غيرها يا معلم. لا مش هاخد غيرها، وحق لو كان في بطن الحوت هجيبه. بطن الحوت اسهل لك من عيش. انت ليه كده دايما حبطاني وكسره نفسي من ناحيه عيش؟ عشان خايف عليك منها. انا استهترت بيها وما امنتش نفسي معاها صح، لحد ما صوابعها الاربعه طخ علموا على قفايا، الاربع صوابع كل صباع بمليون جنيه. طلعت دماغ بنت اللذينة. وانا اللي كنت بقول لها خليكي حويطه ولازم يكون عندك اسمين بس، وغلاوتك يا نجمه لا احفر وراها لحد ما اجيبها تحت جزمتي. عملت لي كوبايه ينسون دافيه تشربيها قبل ما تنامي. تسلم ايدك يا ماما، بس تعبتي نفسك ليه؟ كفايه تعب النهارده عليكي يا حبيبتي. تعبك راحه يا عيني. يلا تصبحي على خير، هدخل انام. عايزه مني حاجه؟ سلامتك ماما. نعم. هو تفتكري استاذ اسر مشي بدري ليه النهارده؟ ما قلت لي جاله التليفون. يعني مفيش حاجه مثلا ضايقته ولا زعلته خليته يتلكك بموضوع التليفون ده؟ حاجة ايه يا بنتي؟ ده احنا كنا شايلينه على كفوف الراحة. هو صحيح ابوكي تقل معاه في الكلام حبتين، بس برضه الراجل كان بيرد وهو مبسوط. طب وانتي ايه رأيك فيه؟ بصراحة هو راجل محترم، شكله كده ابن ناس، يعني ما عندوش ده الكبر. ده عجب ابوكي قوي وبقوا مع بعض اخر انسجام. ما تتصوريش يا ماما قد ايه هو بجد محترم. قولي لي يا منى، هو الأستاذ أسر ده متجوز؟ لا، بس عنده قصة كده ملعبكة ومكلكعة. عارفة يا ماما؟ ساعات بيصعب عليا. قالوا زمان إن المحبة شبكها الشفقة. إيه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ أنا بقولك خلي بالك، مادام ظروفه ملعبكة يبقى مش سهل. ازرعي زرعتك مكان ما تفلح يا بنتي. طيب انا هدخل انام بقى عشان تعبانه قوي. وانا كمان، خديني معاكي، انا بفتح عيني بالعافيه. يلا يا مازن ما تلمسنيش. ملمسش يا في يا دعاء، انا لحقت اعمل حاجه؟ انت تعملي مكسوفه؟ لا مش مكسوفه، بس انا متضايقه. ايوه انا عارفه ان انت اتغيرت، انت بطلت تحبني يا مازن. يا حبيبتي انت فاهمه الموضوع غلط، الحب ده كان زمان، دلوقتي احنا معمر الارض. ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا ليه ما سافرناش نقضي شهر العسل في اي حته حلوه زي ما الناس كلها بتعمل؟ يا حبيبتي احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده وخلصنا كلام فيه؟ ايوه انت اتكلمت معايا وقلت كلام كتير قوي، بس انا ما وافقتش على اي كلمه من اللي انت قلتها. معلش يا حبيبتي معلش، حقك عليا. ممكن دلوقتي نركز في اللي احنا فيه ده؟ حب بقى ونطلع بعض يعني؟ ما انا بتكلم في الحاجات دي، في الحب والسعاده، بس انا حاسه ان انا مش سعيده يا مازن.
كان نفسي اقضي معاك الليله دي في حته حلوه، نكون احنا الاثنين ما رحناهاش قبل كده. تايلاند مثلا، ايه رايك في تايلاند؟ تيجي نروح هناك؟ يا دي النيله يا بنتي، قلت لك معيش فلوس، في ايه؟ ما ينفعش اطلب من بابا اكتر من كده، الراجل دفع في الفرح وفي العياده. يعني العيد اهم مني حبيبتي؟ يا حبيبتي العياده دي مستقبل، وانا يعني الماضي اللي خلاص خلص. طيب يا حبيبتي ليكي عندي بكره الصبح نطلع العين السخنه. ده لو رايحه رحله مع الجامعه مش هطلع العين السخنه. طيب اسكندريه؟ مازن انت عايز تعصبني يا مازن؟ طيب يا حبيبتي طيب معلش. بصي اوعدك بكره الصبح ان شاء الله هحاول اقلب من بابا اي فلوس، ما ينفعش اقلب من ماما. ماشي؟ لا انت تروح تتكلم معاه دلوقتي. اتكلم ايه يا هدوء؟ عارفين انت اتهبلتي انت التانيه؟ في ايه اخبط عليهم دلوقتي اكلمهم يعني؟ ايوه تروح لهم دلوقتي، واعمل حسابك بقى مش هتقرب مني غير لما تتكلم مع باباك في الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني مش هتلمسني غير في تايلاند. مش هلمسك الا في تايلاند؟ يا ستي بلا تايلاند بلا الهند، انت هتعملي لي فيها كيم كارديشيان؟ مازن انا مازن بلا زفت، ايه الجوازه دي؟ ايوه الوز بلبله. انا الشبح. وحياه خالتك. خالتي؟ خالتي نجاة بقى ولا خالتي زوبة؟ بص لو خالتي نجاة مش مهم، بس لو خالتي زوبة ماشي، اصلك انا احبها قوي. ايه يا بنت فقرة السحر اللي انت جاية تعملها دي؟ يلا يا بنت من هنا يا بنت. خراشي يا راجل، ده حتى المثل بيقول لقيني ولا اتغديني. لا لخصي لحسن ابويا يشوفك، مش عايز وجع دماغ. ابوك خرج. طب وسيدي اللي ورا ابوك خرج؟ استنيت اما خرج قمت طالع. عارف انا كهن الفلاحين ده. انت عايزه ايه يا بت يا جزمه؟ حشتني قلت اجي اشقر. اصل كنت صعبان عليا وانت قاعد لوحدك كده، بوزك في بوز الحيطه، لا انيس ولا جليس. يو يعني انت جايه تجلسين لحد ما ابويا يرجع؟ هو كده. طب ما يلا بينا على جوه. قشطه. لا وطي صوتك عشان الناس، انا هنا محترم. بس ما تقولش محترم يا راجل، يلا خلينا ننبسط. شكرا يا ساندي، تعبتك معايا. انت تعبتني؟ ده انا ما عرفتش طعم الراحه غير لما قابلتك. قولي لي يا ساندي، انت معاكي باسبور؟ لا. واحنا هنسافر برا مصر؟ باريس. ابني خلف وبعت لي اشوف حفيدي، قلت فرصه اخدك معايا وابسطك وافسحك. طب وهتقول له انا مين؟ انا هنزلك في اوتيل وهبقى اروح لواجي لك. خلاص انا هنزل بكره واروح اعمل باسبور. كويس قوي. ساندي طبعا ما ينفعش ولاد يعرفوا عنك اي حاجه. فاهمه وراضيه، كفايه اني هتفسح واشوف الدنيا. هات بوسه يا بنت. احنا لسه مسحين، بتعملي ايه تحت السرير؟ ها؟ بتدوري على ايه يا بلبلة؟ انا اقول لك بتدوري على السدهاية، صح؟ يا سيهاي زم الله لا يسيك، اديني سدهاية خلينا غرفة 60 داهية. يا بنت يا عبيطة، ده انا شايلها لك، وفي حد يشيل حاجة مهمة زي دي تحت السرير برضو؟ عايزة تعرفي مكان السدهاية؟ انا هقول لك عليه. تعالي ورايا. تعالي. مش معقول يعني شغل الافلام ده اكون شايل السدايا تحت السرير، قديم قوي.
شايفه الخزنه دي؟ السيد هاي جواها، والخزنه دي مفتاحها اهو، متعلق في رقبتي جنب قلبي، ولازم عشان الخزنه تتفتح لازم المفتاح ده يتاخد، بس بعد ما روحي ما تطلع. هوريها لك. اهي سيدي هيتك اهي في الحفظ والصوت. ها اطمنتي؟ انا مش عايزك بقى تعملي كده تاني، واوعي تفتكري ان انت هتضحكي عليا تاني، فاهمه يا بنت الكلب؟ اشربي القهوه يا دكتوره كده بردت. حاضر، متشكره قوي. لا هو علي هيتاخر؟ علي بيه مواعيده دايما مظبوطه زي الساعة السويسري، انا اللي مواعيدي بايظه دايما بتاخر عليه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا، ازيك يا فريده؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ازيك يا علي؟ الحمد لله. مالك شكلك فيه حاجه؟ طيب استاذن انا يا علي بيه. طيب ماشي يا سراج باشا، معلش يا ريت تنتظرني في مكتب صلاح بيه لحد ما اجي استلم منك. يا باشا براحتك خالص، انا مش مستعجل. نورت الدنيا يا دكتوره، بعد اذنك. اتفضل. ايه يا فريده؟ شكلك في حاجه كبيره حصلت. اكرم جاب البوليس امبارح وخد بنتي. الواطي بيعاقبنا عشان اتجوزنا، بس ولا يهمك، هنرفع عليه قضيه وناخدها منه. طلقني يا علي. ايه اللي انت بتقوليه ده يا فريده؟ انت كده يبقى بتعملي اللي هو عايزه. انا ما يهمنيش غير بنتي، لو بتحبني زي ما بتقول طلقني. انت بس منفعله دلوقتي يا حبيبتي عشان لوجي، لكن ما تخافيش انا واقف جنبك ومش هسيبه ياخدها منك. ما تحاولش تضحك عليا، انا سالت ياسر ما فيش حل غير الطلاق، انا مش هسيب بنتي تروح مني. وانا مش هطلقك يا فريده. هتطلقني بالذوق يا علي، بدل ما ارفع عليك قضيه وساعتها تبقى خسرتني. يعني انا لو طلقتك دلوقتي مش هخسرك؟ بوس ايدك يا علي طلقني، انا عايزه بنتي، انا ما اقدرش اعيش من غيرها. طلقني يا علي طلقني. اهلا 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 بابي. حبيبي بابي، مبسوطه يا لوجي؟ مبسوطه قوي 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 يا بابي. شفت بقى ان الحياه مع بابي احسن من مع مامي؟ لعب كتير واماكن حلوه كتير لسه هنروحها سوا. انا مش هرد عشان مش عايزه اكدب. تكدبي ليه يا حبيبتي؟ الكدب اوحش حاجه في الدنيا، اوعي تكدبي يا لوجي خصوصا على بابي. ساعات بضطر ان انا اكدب غصب عني، والكبار برضو بيكدبوا. لا يا حبيبتي، الكبار اللي بيكذبوا دول ناس مش كويسين. انا عايزك تبقي احسن بنت في الدنيا، تبقي شطوره، اوعي تكذبي. بس مامي كويسه وبتكذب. ومامي بقى كذبت عليكي في ايه مثلا؟ يعني مثلا قالت ان جد صبري مات وهو ما ماتش. انا هروح العب على لا 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 استني استني، احكي لي حكايه جد صبري دي ايه. هروح العب واجيلك تاني. استني يا لوجي اقعدي، احكي لي حكايه جد صبري. لو حكيتي لي الحكايه هجيب لك الكتاب اللي نفسك فيه. اتفقنا؟